السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نتمنى تكونوا كاملين بخير وبصحة جيدة وأنتم تشاهدون هذا الفيديو. مرحبا بكم في فيديو جديد بالقناة. أخوتي راكم تلاحظوا معايا هذه هي القصبة ديال السعيدية. عندنا إن شاء الله تكون واحد الجولة في السعيدية. مهم جينا السعيدية نشوفوا الأجواء كي دايرة. هذا النهار السبت الصراحة مدة طويلة ما جيتش للسعيدية، تقريبا من الأيام ديال الصيف مع كنت مسافر، راكم عارفين هذه مدة، وراكم شفتوا معايا الفيديوهات اللي كنا درناها يعني في بزاف ديال المدن بحال قنيطرة الرباط، راهم جايين عاد شي فيديوهات في الأيام المقبلة اللي مازال ما حطيتهمش. المهم اليوم أخوتي غادي نمشيو للكورنيش ديال السعيدية ونشاركوا معكم الأجواء، نشوفوا الدعوة واش خاوية ولا عامرة، ولكن على ما راه يبان لي السعيدية خوات يعني راه ماشي بحال الصيف. والمهم شوفوا كي دايرة الدعوة تما واستمتعوا معنا بهذا الفيديو. هذه هي الطريقه اخوتي اللي دينا الكورنيش ديال السعيديه. الدعوه خاويه. المهم غادي نمشيو الجهه ديال الكورنيش. صراحه هذه الجهه فيها الظل مخير، العكس ديال بلايص اخرين كاين الشمس بزاف يعني ما تقدرش تمشى فيهم. صراحة واحد الشمس قاسحة هذا النهار. المهم الشمس بزاف ما تقدرش تمشى فيها، راني يعني تقريبا نتبع غير الظل، البلايص اللي فيهم الظل بحال هاد البلاصة الصراحة مظللة مخير ما تحسش كاع بالشمس. هادي هي الطريق اللي تدينا مباشرة للبداية ديال الكورنيش، اللي هي كاين ديك السيرك لافوار، راه خاوية حتى هي. هذه هي البداية ديال شاطئ السعيدية. هنا فين كاين لي روشي كاين دوك الحجر وكاين الحدود طبعا مع الشاطئ ديال الجزائر. غادي نوصلوا ديك البلاصة تشوفوها معايا. في هذه البلاصة هنايا كاينة منطقة عسكرية ديال العسكر ديال المغرب وكاين ديال الجزائر. خوتي هادي هي المنطقة ديال لي روشي، هي معروفة بهاد البلاصة يعني الاسم ديالها لي روشي، هما هاد الحجر اللي كاينين هنا، وهنا كيبدا الشاطئ ديال السعيدية يعني على اليسر. هاديك الجزائر. شوفوا الاجواء كي دايره تبارك الله، صراحه مشمسه الدعوه ولكن فيها واحد الريح
حمر يعني يخف ديك الحراره ديال الشمس. المهم هذه الاجواء راكم تشوفوا الشطرات تقريبا خاوي، ما كانش فيه الناس بزاف بزاف، كاين اللي راهم يعوموا واحد العدد قليل. المهم تمشى شويه تلقى بلاصه خاويه، عاود تمشى شويه تلقى الناس. المهم اللي بغى الكار هذه هي احسن وقيته ديال السعيدين. شوفوا البحر اخوتي راه صافي، في شويه الموجات ماشي قويين قويين بزاف. راكم تشوفوا راه كاين الناس اللي راهم يعوموا، واحد العدد قليل ديال الناس. اخوتي راني خارج بالشط، راكم تشوفوا تبارك الله الشط كي داير، الرمال الذهبيه خاويه. الجهه اللي عامره تقريبا لهيها لقدام شويه، راكم شفتوا معايا راني بديت بالجهه ديال لي روشي، يعني البلاصه اللي عامره هي فين كاين ديك سامي بلايا، فين كاين دوك القهاوي. غادي نمشيو شويه من جهه الكورنيش ونزيدوا لقدام معاه حتى نوصلوا للجهه فين كاين القهاوي. هاد المساحة كاملة اخوتي هنا فين كان المعرض، الى راكو عاقلين وما بقى والو هنا، ولات خاوية، مساحة خاوية. هاد الجهة كاملة كانت معرض، هنا هاد البلاصة كاملة هاهو الكورنيش. دروك اخوتي غادي نمشي لديك الجهه ديال وسط الكورنيش فين كاينه ديك اي لوف السعيديه اللي كانت في الصيف دائما عامره بالناس، غالبا دروك ما غادي يكون حتى واحد تما. المهم غادي نمشيو تما نصور لكم ديك البلاصه، من بعد نمشي لواحد المخبزه ندي شي حاجه تما، كاين واحد المخبزه الصراحه عندهم داك الشيء زين، ونمشيو نديرو شي قهوه ونفصل البحر. هو الكورنيش ديال السعيديه. هو هذا، شفتوا الاجواء كي دايره في الاواخر ديال شهر 9.
اخوتي راني جالس في هذا الكرسي اللي كاين في بلاصه ديال الطوبيس. وراه يبان لكم انفصليه كاينه واحد الباركينغ اللي في الصيف كان عامر بزاف. غادي نقلب الكاميرا باش تشوفوا معايا. هذا هو الباركينغ اخوتي اللي كان في الصيف ما تلقاش بلاصتك، وانا الصراحه كنت دائما نجي له هذا الباركينغ. جاي انفصل ديك الكنيسه اللي راه تبان لكم بالبيض الهيها في القنت. شوفوا معايا شحال ديال السيارات، كاين تقريبا 4 ولا 5. ايما خوتي درك راني ديت معايا شي حلويات، غادي نمشيو نديرو شي قهوه قدام البحر، شوفوا شي بلاصه تما. المهم اللي لاحظتو خوتي ان الاغلبيه ديال لي ريستورون راهم تقريبا مبلعين اللي كانوا خدامين في الصيف، واللي عاد محلولين خاويين، يعني واحد العدد قليل ديال الناس، ما كانش بزاف. المهم اللي يبغي الكالم يبغي يتكالما، هذه هي البلاصه المناسبه. اللي بغى يفوج ويبدل الجو ما ننصحوش يجي هنا الصراحه. خوتي راني اختاريت واحد البلاصه كالم بوحدي ونفصل البحر. المهم غادي نجلس تما غادي تشوفوا البلاصه فين راني جالس. هنايا فين غادي نجلس اخوتي، في هاد الطابله بالضبط. شوفوا معايا البحر، اخوتي. المهم اللي يقدر يدير بحال هذه الجلسه ينزل تحت في الكومنتار يقولها لي، قولوا لي واش تقدروا تجلسوا بحال هكا بلاصه اللي مكالميه فيها واحد المنظر زين اللي هو البحر، نزلوا لتحت كتبوا لي في الكومنتار. تبارك الله واحد المنظر ديال الغروب من شاطئ السعيدية. والكورنيش ديال السعيدية، وها هو الشاطئ، الصوت ديال الأمواج ديال البحر، واحد الهدوء تبارك الله.
خوتي واش غادي نقول لكم، واحد الجلسه تبارك الله تكالمات تكالمات ديال بصح والله العظيم، زعما تسمع داك الصوت ديال البحر تحس بواحد الراحه نفسيه اللي غريبه تبارك الله بهاد الصوت ديال الامواج وهاد الكالم وهاد الهواء النقي ديال البحر. قبيله كنت قلت لكم ما ننصحكمش ياك خوتي، بدلت الراي ديالي، ننصحكم انكم تجيو تجلسوا قدام البحر اونفاس ليه تبارك الله، يعني واحد الراحه نفسيه رائعه. مهم جلسه زينه تبارك الله. واسمحوا لي الا شهيتكم في القهوه، راحوا تشربوا القهوه دروك صافي. يلا بصحتكم كاملين فين ما كنتوا، تحياتي لكم سواء داخل المغرب او خارج المغرب، الناس اللي دائما كتكتب لنا في لي كومونتير تعليقات ايجابيه كنشكركم كاملين، الناس ديال الجاليه المغربيه المقيمه في الخارج اللي الصراحه كيعطيونا واحد التعليقات وواحد الطاقه ايجابيه باش اننا نزيدو نصوروا المزيد من الفيديوهات. بزاف ديال الناس اللي الصراحه كنا تلاقينا معهم هذا الصيف، مهم شكروني على الفيديوهات وقالوا لي زيد كمل ما توقفش دير فيديوهات اكثر واكثر، وان شاء الله نكونوا عند حسن الظن ديالكم كاملين. طبعا الا كنتو مازال ما شاركتوش بالقناه نزلوا لتحت شاركوا بالقناه، كتبوا لنا شي كومونتير لتحت، ضغطوا على زر الاعجاب وكملوا معنا الفيديو. خوتي راني في كورنيش السعيديه، نتمنى انكم تكونوا استمتعتوا معنا بهذا الفيديو، الصراحه اجواء رائعه، دعوه مكالميه هنا، الهواء نقي ما كانش الناس بزاف، المهم اللي بغى الكالم هذه احسن بلاصه. المهم دروك اخوتي غادي واحد شويه نمشي، غادي نتمشى شويه على الشط، واحد الهواء واعر تبارك الله، خصوصا مع دروك راه برد الحال، راكو عارفين الوقت ديال الغروب ما كايناش ديك الشمس القاسحه، كاين مناظر جميله البروده. المهم غادي نقرب اكثر للشاطئ تشوفوا معنا البحر كي داير. خوتي واحد البرودة واحد الريح قوي بزاف من قرب من البحر، شحال ما قربت للبحر شحال ما زاد الريح، ولكن الجو زين الصراحة، واحد الجو نقي واحد الهواء نقي بزاف. هاهي الأجواء. Thank you.
كتبوا لي تحت في التعليقات الراي ديالكم في شاطئ السعيديه في المشتى، في المشتى ولا في الخريف، المهم تكون الدعوه شويه خاويه. واش يعجبكم تجيو له ولا لا، ولا يعجبكم فقط الاجواء اللي كاينه في الصيف، يعني ديك الكورنيش عامر، البحر حتى هو عامر، اجواء يعني الصيفيه، ولا يعجبكم حتى في المشتى تجيو له؟ كتبوا لي تحت في لي كومونتير.